الغناء يحتوي على عمود. العمود بالنسبه لي انا في حياتي، وفيه جزء خروج، جزء سبحان الله، جزء خروج. الخدش الاول وهو مرض العضو اللي في الرجليه، والخدش الثاني وهو وفاه زوجتي. اذا نطحيهم الشيء. ثم هناك غيم تدمع، فرغم انه العمود واقف هناك عين تدمع، وفي كله في واحد الاطار اخضر، معنى انه ارتفع. هذا القراءه ديالي الخاص. الدكتور انس امين في البحث ديالو هذا اعتمد على 67 مرجع، 67 مرجع. باش الدكتور انس امين يقبض 67 مرجع ويقراهم باش تخرج هذا الكتاب راه ماشي سهل، و70 مصدر، و70 مصدر، معناه انه الكتاب هو كتاب اكاديمي، يعني خصو البحث والدراسه. فشكرا، هذو هما الملاحظات اللي عندي. مرة اخرى اشكركم في هذه المدينة الجميلة التي عشقتها منذ زمان، ومرحبا بكم، واشكر الجميع التي اتاحت لي ان التقي بكم لاقرا لكم نصا جزاليا حاولت ان اعبر فيه بما يخالف كياني كذا، لان كما ان السحاب يعاني هنا انا اعاني هنا، وكل ما يعاني وكل واحد كيعيش احزانه. عندي واحد الزوجة اللي حاول نكتبها ونقرا عليكم ان شاء الله. العنوان القلب عمار، القلب عمار والعين فاضت، الحزن سكن والهموم زادت، الزمان العيشة فيه تعقدت، شيوخ المعنى عليه ما تغنى. كتلوموني هذه المدة يا الجاهل العشق والهوى، علاش كلامكم باللوم دوا؟ مالكم على هذا القسوة؟ ما عارفين بالغرام دوا ولا انتوما بوجاديين غشما؟ علاش تلوموني هذه مدة؟ ما شتوني دايم في الظلام؟ ما شتوني دايم في الظلام؟ ودموعي سايلة من الفجر الجا؟ إلا سمعتو الحمام شتا راه الحالي في السما بكا، نزل دموع حرم الجمع، والصخرة اللي خرجات دمعة على دمعة، دمعة من دمعة بحال الشتا، حيت فاطمة ناعسة في الخلا، حب على تراب سقيتو بندا، معصر من ورد الشتا، معصر من ورد الشتا، من جنان عمر، من جنان تعمر وجنا، تحت جناح لهنا تربى، وفي وسط قلب كبير ما، لكن حبكم نزل ودوا، بقدر مقدر، بقدر مقدر، ما يرجع بها. علاش كتلوموني هذه مده؟